قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يرافقه عدد من الوزراء بزيارة مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان، وقدم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد. وأكد خلال الزيارة أننا في الأردن نعيش قيم الوئام والتآخي الحقيقي الذي يربطنا جميعا مسلمين ومسيحيين. وأوضح الخصاونة أن الأردن يقف بصلابة أمام أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل إشاعة أجواء التهدئة بما يضمن ويحافظ على الوضع العام في القدس ومقدساتها. وحضر اللقاء عدد من الأساقفة وممثلي مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. أهلا وسهلا فيكم بدار المطرانية، وحقيقة بهاي الأيام اللي فيها منحتفل بعيد الفصح المجيد قلبنا كمان بتوجه للمدينة المقدسة للقدس بالظروف الصعبة اللي بتمر فيها، بالأخص بما يخص مسجد الأقصى والحرم الشريف وكنيسة القيامة، لأنه حقيقة المضايقات اللي عمالها بتتم في المدينة المقدسة غير مسبوقة، وتعرضنا لجزء كبير منها يوم الأمس في سبت النور، ولكن الحمد لله في ثبوت الكنائس والأوقاف، بثبوت أهلنا في المدينة المقدسة وبدعم جلالة سيدنا اللي هو الوصي على الأماكن المقدسة، برنامجنا بالوجود والمدافعة عن كل حقوقنا الروحية الدينية والوطنية في المدينة المقدسة، كلنا حريصين عليها بتوجيه من جلالة سيدنا. طبعا يتزامن ايضا عيد الفصح مع العودة الميمونة والسالمة لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم يحفظه الله، سالم معافى بعد تدخل جراحي بسيط، ونتمنى دائما ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جلالة الملك وان يحميه وان يصونه ليقود مسيرة الخير والعطاء والتفاؤل والإيجابية لهذا الوطن ولهذا الشعب، ونحن نلج في المئوية الثانية من عمر الدولة بعد مئوية مليئة بالإنجاز أبونا، مئوية بنيت على موروث الثورة العربية الكبرى والقيم القومية والقيم الجامعة التي لا تميز لا على أساس عرقي ولا طائفي ولا ديني بين فكرة المواطنة وبين فكرة ومفهوم العروبة والمفهوم الوحدة والجامعة. والأردن اليوم تعبير عن هذا الفكر، تعبير وتجسيد حي لهذا الفكر ولهذا التنوع ولهذا التآلف القلبي. وأيضا نلتقي اليوم الحمد لله وقد تقريبا ندعو الله ويدعو معنا أن نكون طوينا جائحة كورونا وما أصابنا وأصاب العالم منها في خلال السنوات الثلاث الماضية، والحقيقة بأنه تصديتوا أنتوا وإخوانكم من رجال الدين الإسلامي توجيها وترشيدا ورفعا لمعنويات الناس فيها، وقمتم بدور أساسي تشكر وتحمد عليه دائما. الكنائس والعاملين في الكنائس ومرتادي الكنائس كما الأوقاف الإسلامية القدس التي تشكل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها شرف ومسؤولية وواجب ينهض به اليوم سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المفدى الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بكل اقتدار وصلبة ومنعة، ويلتف حوله في ذلك كل أبناء شعب، كل أبناء العالم العربي والعالم الإسلامي، وسنتصدى على الدوام بكل ما أوتينا بكل الإجراءات الوحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس. كما هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد وقال: إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سنبقى أسرة واحدة يجمعنا المصير الواحد والهدف الواحد، لنبقى مثلا يحتذى أمام العالم في الوئام والعيش المشترك.